واحنا يمكن الايام اللي فاتت بنتكلم عن التطوير، عن افتتاح اقسام جديده في عدد من المستشفيات في عدد من المحافظات التابعه كمان للتامين الصحي، اللي ممكن تخدم يعني مجموعه من التخصصات الصعبه والمكلفه لو هي بره منظومه التامين الصحي. الخبر النهارده بيتكلم عن اقسام العلاج الطبيعي ومراكز العلاج الطبيعي، ففي 9 اقسام للعلاج الطبيعي بالمراكز والمستشفيات في 6 محافظات تم افتتاحهم في خلال الربع الاولاني من سنه 2023 اللي احنا فيها. الكام شهر اللي فاتوا اتفتح 9 اقسام جديده تخدم اكتر من حاجه في خلال العلاج الطبيعي. احنا عارفين بقى العلاج الطبيعي يعني ممكن يكون حد لا قدر الله دخل العنايه المركزه لاي سبب من الاسباب، لما يجي يخرج عشان يحرك ايد يحرك رجل بسبب جلطه بسبب حاجه بيحتاج علاج طبيعي وبياخد وقت، ولازم تكون مراكز وحاجات متخصصة. كبار السن كمان قلة الحركة ممكن تتسبب لهم في أثار صعبة جدا، ولك ده محتاج علاج طبيعي، وإحنا بنشوف بسبب العلاج الطبيعي ممكن يرجع يقف ويمشي على رجليه مرة تانية ويسترد صحته. فالأقسام بتاعة العلاج الطبيعي في المراكز الجديدة 9 مراكز هتخدم أكتر من تخصص: علاج عرق النساء، تأثير قلة الحركة والعجز عند المسنين، إصابة الرباط الصليبي، زي ما كنت بقول لحضراتكم اقسام العنايه المركزه، عمل الرنين المغناطيسي لمفصل الركبه. المستشفيات دي فين والمراكز دي فين؟ في بني سويف، الغربيه، الشرقيه، كفر الشيخ، الاهليه. وكل يوم بيكون في حاجه جديده، واتمنى ان المنظومه دي تشمل كل المحافظات وتقدر تخدم كل واحد. اي حد مش قادر على تكلفه العلاج، من حق كل مواطن انه يكون معاه كارنيه تامين صحي يقدر يتعالج بيه.